وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية الدكتور علي الخشيبان. مرحبا بك دكتور علي في نشرة الثامنة. إذن العلاقات بين البحرين والسعودية تشكل مثالا رائدا ومتميزا يحتذى في التكامل بين الأخوة والأشقاء، فهل لك أن تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حقيقة أنه يعني بهذه المناسبة وهي مناسبة يوم التأسيس نذكر حقيقة تلك العلاقة الراسخة والرصينة والطويلة والعميقة بين مملكتين تجاورتا في عمق التاريخ، ولذلك يعني العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبحرين علاقة حقيقة تتجاوز الكثير من المعطيات السياسية لتصل إلى مرحلة التكامل الذي لم يبدأ حديثا، إنما هناك مراحل تاريخية عميقة منذ مئات السنين. والعلاقة العلاقة البحرينية السعودية تبني أسسها وتتراكم لنشهد اليوم أن المملكة العربية السعودية والبحرين وهما الدولتان المتجاورتان يعيشان كدولتين إخوة ومتكاملتان مع بعضهما في الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حقيقة انطلاقا من هذه المناسبة يشكلان في الواقع يعني نموذجا للعلاقات الدولية الراسخة بين دول الخليج، وتكاد تكون البحرين هي الأكثر قربا والأكثر ارتباطا بالشعب السعودي الذي يعني يمتزج مع مملكة البحرين. نعم. وتقريبا تكاد تكون البحرين سعودية والسعودية بحرين. نعم. من الرياض المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية الدكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك. مراحل عديدة وحقب تاريخية هامة مرت خلالها الدولة السعودية منذ تأسيس أول دولة سعودية قبل ثلاثة قرون، التي لا تزال محفورة في التاريخ العريق للدولة السعودية. وقد تأسست الدولة السعودية في 22 من فبراير عام 1139 هجرية، قبل أن تصبح الدولة السعودية ما هي عليه اليوم، حيث أنها مرت بثلاث مراحل تأسيس رئيسية حرص من خلالها الإمام محمد بن سعود بجهده وكفاحه أن يوحد القبائل والمدن والقرى في إطار دولة وكيان فاعل اعترف به العالم. فالحس الإداري والنظرة المستقبلية لدى الإمام محمد بن سعود استشعر به العالم رغم صغر سنه، ليكون تحت يده رفع شعار الوحدة وتوحيد شطريها لتشهد إنشاء حضارة تزدهر عبر القرون. وخلال عهد الإمام محمد بن سعود استمرت الدولة السعودية الأولى لما يزيد عن 91 عاما، وأصبحت مدينة الدرعية عاصمة للدولة السعودية الشقيقة ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي.
ومع بداية عهد الإمام محمد بن سعود انطلقت المرحلة الجديدة في شبه الجزيرة العربية، حيث وضع لبنة البناء وتوالت الإنجازات في عهد هذه الدولة إلى يومنا هذا، ومنها نشر الاستقرار والاستقلال السياسي وعدم الخضوع لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها. وتأتي هذه المبادرة التي تحمل يوم التأسيس من خادم الحرمين الشريفين كمناسبة تحاكي مسيرة قرون ثلاث، لتكون خير شاهد على تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة المميزة، تأكيدا للجذور الراسخة التي قامت عليها الشقيقة منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة، إذ يمثل هذا اليوم بدء عهد وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها لتحافظ المملكة العربية السعودية الشقيقة على المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.